هاي جايز، حالكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا اليوم ابا اقول لكم خبر مو بحلو. انا راح اعتزل يوتيوب لان امي قالت لي يعني لا تصورين يوتيوب وما راح تستفيدين شيء وما في فايدة من اليوتيوب تصورين. ويعني بس حبيت اقول لكم وشكرا من تابعني وحط اشتراك وشي، وبس يعني ها اخر مقطع لي باليوتيوب. باي، احبكم.